يلا نطلع منها. بالضبط. في حديقة. حديقة؟ حديقة من الحدائق. أوكي. حدائق. يلا. مساء الخير مشاهدينا الأعزاء. بعد ما رأيناه مدن وقرى وبلدات بلا وسائل ترفيه للأطفال، وإن وجدت هذه الوسائل فهناك مشاكل أكبر في مواصفاتها أحيانا أو في جاهزيتها أو ربما في موائمتها لكافة الفئات العمرية للأطفال، وفي النتيجة أطفال بلا وسائل ترفيه وأماكن مخصصة للعب. ترى هل توجد مشكلة حقيقية؟ وإن وجدت من هو المسؤول؟ وما هي الحلول لنخرج معا ببيئة مناسبة لأطفالنا حتى ينعم الأطفال بحرية اللعب في الوقت الذي يناسبهم؟ لنناقش معا تفاصيل هذه المشكلة ونحاول أن نخرج بحلول. نرحب بكم في برنامج افتح باب، لنفتح معا أبوابنا نحو مستقبل أفضل لأطفالنا وهم ينعمون بكافة حقوقهم سعداء وبأمان. للحديث عن هذا الموضوع أكثر يسعدنا أن نستضيف من وزارة الحكم المحلي في دائرة التخطيط الحضري السيدة ليالي مقداد ورئيس بلدية الزيتونة لبلدتي أبو شخيدم والمزرعة القبلية. بداية السيدة ليالي مقداد في دائرة التخطيط الحضري، هل تستفيدون من المساحات التي تمنحها لكم سلطة الأراضي؟ الأراضي اللي بتمنحها سلطة الأراضي هي أراضي حكومية طبعا. بما أن وزارة الحكم المحلي هي المسؤولة عن، خلينا نقول وزير الحكم المحلي هو مقرر لجنة تخصيص الأراضي الحكومية، ووضع مجلس الوزراء معايير لتخصيص الأراضي الحكومية، فإحنا بننظر طبعا لأي طلب بتقدم لهذه اللجنة عن طريق أي بلدية أو أي جهة بتقدم إنها تخصيص أرض حكومية. طبعا التخصيص هذا بيكون لقطاعات مختلفة مش بس للحدائق اكيد، يعني مستشفيات. من ضمن المعايير انه مسموح احنا ان نعطي اراضي لغايات حدائق، بنفضل طبعا احنا البلديات، عندنا البلديات الكبيره في عندها اراضي هي ملك للبلديه، فبكون طبعا انه بدنا نخلي الاراضي الحكوميه تستغل لاهداف ثانيه. في حال البلديه ما عندها اراضي حكوميه بنطلب من البلديه تقديم دراسه من هي الدولة المانحة أو من هي الجهة اللي بدها تنفذ هذه الحديقة قبل ما إنه تعطينا طلب التخصيص، قديش المساحة اللي بتلزمها. طبعا في كتير من المشاريع اللي إحنا خصصنا فعلا حدائق للأطفال فيها، كنا نفضل إن نعملها لتجمعات مش لقرية واحدة، مثلا إن نجمع 7 قرى في منطقة زي مناطق مثلا نابلس، إن أعطيناهم حديقة للأطفال 7 قرى متجاورة زي جنسينيا والمناطق المحيطة بها، كان في تخصيص لهم. في عنا بعض المناطق طبعا هذا مش قليل أكيد طبعا أكيد، فالحديقة بتكون هيك إنها أعطت احتياج ل7 قرى مرة واحدة. المشروع أسهل إنه يتمول من دولة مانحة لما يكون إنه بيخدم عدد أكبر من السكان ومن الأطفال. طبعا في بس على طبعا مسؤولية على عاتق البلديات وعلى عاتق كافة الهيئات المحلية إنه لازم تكون في صيانة دورية لهذه الحدائق. كيف طبعا بتوزعوا هاي الأراضي أنتوا يعني؟ بيتم هلا هي ما في إنه نسب معينة، إحنا حسب الاحتياجات بيتم توزيع هذه الأراضي. للأسف إنه في مناطق في الضفة الغربية حاليا ما فيش فيها أراضي حكومية، وفي عنا أكبر مثال إنه عنا المزرعة القبلية ما فيها أرض حكومية. فبنلجأ لحلول تانية عشان نوفر حدائق للأطفال. في عنا المشاريع الهيكلية، القانون سمح، قانون الأبنية رقم 79 لعام 66 هو قانون أردني بس غطى هذه الجوانب، بأنه سمح أنه أنت عندك أي بلدية أنها تقتطع من الأراضي داخل المشروع الهيكلي لغايات حدائق. جميل. ويسمح للبلدية بالسير بإجراءات استملاك لتلك الحدائق مقابل أنه 30% من هذه المساحة مجاناً، وأي متر مربع زيادة يعني 30% مساحة قطعة الأرض يجب أن يعوض المواطن صاحب قطعة الأرض.
يعني يتم اقتطاع من اراضي المواطنين. بجوز هذه انا بعتبرها عائق لبعض البلديات الصغيره انه موازنتها ما بتسمح بالتعويض. كيف بتتواصلوا مع الجهات المانحه؟ يعني انت ذكرتي عن الجهات المانحه وذكرتي ايضا مسؤوليه البلديات في هذا الموضوع، يعني بالضبط على من تقع عاتق يعني تقديم المشروع، الدعم للمشروع من اجل الدعم؟ هلا في احنا عندنا كمان الاداره العامه للمشاريع في وزاره الحكم المحلي بتدعم المشاريع للبلديات، في عندنا صندوق البلديات بدعم، فحسب الحاجه طبعا بتم دراسه هذه المشاريع. في بعض البلديات من موازنتها الخاصه زي البلديات الكبيره، يعني بنعطي مثال على بلديه رام الله، عندنا هلا حاليا في اغلب الاحياء اذا اخذنا جوله في بلديه بنلاقي انه في حدائق للاطفال في اغلب الاحياء، صارت حديقه صغيره لاهل الحي بيطلعوا بيلعبوا اولادهم فيها، في صيانه في نظافه. بجوز من انجح البلديات اللي قامت بمشاريع فعلا حدائق في هذه الفتره هي كانت بلديه رام الله، مش حديقة أو متنزه نقول إنه رسمي بس كبير، لا في كل حي ممكن إنه قريب منه لأطفاله. هلأ في مناش نقول إنه كل البلديات زي بلدية رام الله، لأنه في عنا بعض البلديات ما عندهاش هذه القدرة، بس الدول المانحة بالعكس في إنها بتدعم، بتيجي بتقدم هي طلب إنه شو عندكم مشاريع إنه إحنا ممكن ندعم، في تواصل للحكم المحلي مع هاي الدول المانحة ممكن نقدم بروبوزلز لها وإنها تدعم البلديات غير موازنة البلديات طبعا الموجودة عندها. احنا رح نرجع لكم بعد ما نروح على باب السعادة. دعونا أعزائي المشاهدين نشاهد باب السعادة، ونحن نعلم أهمية الصحة والصحة النفسية الجيدة حين تكون المساحة موفرة حتى نقضي أوقات الفراغ في مكان صحي وأمن. الأمهات الآباء الأعزاء مساء الخير، أرحب بكم في فقرة باب السعادة. في هذا المساء نتحدث عن أهمية اللعب في حياة الأطفال. في الواقع اللعب هو وظيفة الطفل الأساسية، ومن خلال اللعب يطور الطفل قدراته الاجتماعية، ثم أنه يستطيع أن يحل المشاكل، بالإضافة إلى أنه يطور قدراته النفسية والعقلية. يساعد اللعب في الكثير من الأحيان في تعلم الكثير من المهارات، ويعتمد أساسا على تقليد الآخرين. حتى تعلم اللغة جزء منه لعب، لأننا فيه محاولة لتقليد البالغين في أصواتهم. ويبقى اللعب المساحة الأساسية للأطفال. الأطفال دائما بحاجة لهذه المساحة لكي يعبروا عن أنفسهم، لكي يفرغوا مشاعرهم، لكي يفرغوا أيضا الضغوطات النفسية والاجتماعية التي قد يتعرضون لها. نحن كأخصائيين نفسيين نستخدم اللعب في العلاج مع الأطفال، بالإضافة إلى ذلك نستخدمه من أجل التواصل معهم. إن اللعب هو اللغة الأساسية التي يعبر فيها الطفل عن نفسه، ربما عن ضائقته، ربما عن مشكلته. من خلال اللعب نستطيع أن نفهم أحيانا ما هي المشاكل، ما هي القضايا، وما هي المسائل التي يحاول أن يحلها الطفل أو أن يتعامل معها. إن اللعب قضية أساسية بالنسبة للأطفال، فإذا ما كانت وظيفتك معلما أو كانت وظيفتك أيا كان نوعها فإنها فقط وظيفتك، ولكنك لازلت تلعب. أحيانا نحن بحاجة حتى للعب في عالم الكبار. اللعب لا ينتهي ولكنه يكبت من قبل عالم البالغين، ولكنه أيضا يشكل المساحة الأساسية التي نبني فيها أجسادنا ونبني فيها عقولنا وقدراتنا الاجتماعية والنفسية. إن أي خلل في قدرة الطفل على اللعب هو دليل على وجود مشكلة نفسية أو اجتماعية أو تعليمية. من هنا كانت أهمية الاهتمام بموضوع اللعب لدى الأطفال، تفريغ المساحات وربما إيجاد مساحات وأوقات للعب معهم. إن قضاء ساعة من اللعب المكثف مع الأطفال هو أفضل وسيلة يمكن أن تقدمها لطفلك، ومن هناك يمكن أن تحل مشكلة الاتصال مع ابنك أو ابنتك أو ابنك أو ابنتك. هناك نسأل كثيرا وأحيانا لماذا لا أثق في أطفالي؟ لماذا لا يتحدثون معي؟ لماذا لا أستطيع أن أسألهم عن الكثير من الأمور التي تجري في المدرسة؟ فقط من خلال اللعب نستطيع أن نتواصل معهم، ومن خلال اللعب نستطيع أن نبني علاقة سليمة وسوية مع أبنائنا. اللعب مهم في أكثر من قضية تطورية في حياة أطفالنا، سواء النفسية أو الاجتماعية أو حتى بالنسبة للبلوغ. يعني برحب فيك معنا في برنامج افتح باب. يعني كم حديقة هناك في احنا؟ لا يوجد حدائق. طبعا طلابنا او اولادنا واطفالنا محرومين من حق اللعب والترفيه في بلدتي ابو شخيدي ابو شخيدي والمزرعة القبلية، بقضوا وقتهم في الشوارع، في ساحات المدارس، في الساحات الواسعة من الاراضي،
وطبعا هذا بيعرض حياتهم للخطر بدون أي مشكلة. يعني أنتم تدركون هذه الحقيقة؟ نعم، ونحن حزينين جدا لعدم توفر حدائق يعني أطفالنا. هل الحزن لا يكفي؟ ماذا علينا؟ وإحنا بنبذل كل جهودنا وحاولنا، قدمنا للدول المانحة. للأسف الدول المانحة أول ما بتطلب قطعة الأرض ولا يوجد دعم. لا يوجد دعم لشراء قطعة الأرض. هل يتم اقتطاع، يعني كما ذكرت ليلى، هل يتم اقتطاع من أراضي المواطنين 30% كما ذكرت؟ لا يتم اقتطاع طبعا. لماذا لا يتم اقتطاع؟ يعني ما في هذا حل لتوفير الأرض احنا ما وصلنا مرحلة التقسيم، لأن هاي بدها تطويب الأراضي. احنا قدمنا جديد لتطويب الأراضي، في حالة بدأ الناس يقسموا في أراضيهم بين بعض بقسمة رضائية، تستطيع البلدية أنها تخصم 33 أو 30% من قطعة الأرض، يعني ما تخصصها لحدائق عامة أو لساحات عامة. طب يعني هل موضوع الطابو، المشكلة هي في موضوع الطابو؟ طبعا فيش تقسيم للاراضي، القسمة الرضائية اللي بتيجي مثلا مستحيل، يعني لا يوجد هناك يعني اقتطاع لاي، لا يوجد تقسيم لاي ارض حتى في بس بيكون ورثه اربع او خمس اخوه بدهم يقسموا اربع خمس دنومات بينهم. طيب فما بتقدر البلديه تاخذ من هذه القطاع، لانه بكون كل واحد له حصه، وبالتالي بنواجه اسباب فنيه تحول دون استطاعه البلديه الحصول على جزء من هذا القطاع. طب يعني اكيد بلديات عديده في نفس الوطن تحتاج نفس للنظر في هذا الموضوع. للاسف انه بقول لك انه وزاره الحكم المحلي ما بتقدر تجبر البلديات على الاقتطاع. المواطنين لازم يتقدموا بافراز اراضيهم، هذا مغطى بالقانون للبلديات، فالبلديات لازم انها تمارس صلاحياتها اللي اعطاها اياها القانون. اي بلديه بتطلب انها تاخذ صلاحيات من وزير الحكم المحلي، المفروض انها البلديه اذا هي قادره على ممارسه صلاحياتها، القيام بواجباتها اللي اعطاها اياها القانون. لما انا بعمل مشروع هيكلي لبلديه وبتم اقتطاع اراضي من المواطنين كمرافق عامه او كحدائق، القانون اعطى البلديه مده 7 سنوات انها تحجز هذه الارض. بعد 7 سنوات تعود الأرض تلقائيا للمواطن لصاحب الأرض، بس لا يتم الاستملاك من قبل البلديات حتى للجزء 30% اللي هو مجانا، لا يتم الإجراء. للأسف إن هالبلديات ما بقول إنه فيش عندها وعي، لأنه تم عمل ورش توعوية من بداية دخول السلطة لغاية الآن بما يكفي لجميع البلديات، بأنه يجب على البلديات استغلال صلاحياتها، القيام بواجباتها تجاه المواطنين. إذا كانت البلدية لا تستغل أو لا تستخدم صلاحياتها، يعني كما هو واضح إنه ذكر الأستاذ عبد الله عن إنه إذا كان في عائلة من 4 أخوة وهناك مشكلة، من أين سيتم اقتطاع هذه 30%؟ يعني لماذا لا يكون هناك تعاون مشترك بين الحكم المحلي والبلديات؟ وأعتقد هناك يعني عمل مشترك دائم بين البلديات والحكم المحلي. يعني يجب أن يكون في دراسة دائمة من قبل البلدية رفعها للحكم المحلي كوزارة أعلى ومسؤولة عن هذه البلديات عن احتياجاتها. نعم. أنتم مسؤولين عنهم بالضبط، يعني أنه إحنا مسؤولين عنهم، مسؤولين بجزء بتوفير جزء من الدعم أو أسهل التواصل مع الحكومة أيضاً. والمتابعة، بس ما في عندنا للأسف من البلديات دراسة احتياجات فعلية أنه عن مدى حاجة هذه البلديات وهذه المناطق للحدائق. اللي بحسه أنه المشاريع اللي بتهتم فيها البلديات كتير أكتر، مثلا ممكن يرفع لك أنه بدهم مدارس بس ما بيبعتوا انهم بدهم حدائق. استاذ عبد الله، هل قدمتم مقترحات بما يخص الحدائق والمرافق العامه للحكم المحلي او لاي جهه مانحه معينه؟ قدمنا، نعم قدمنا لمؤسسه الانيره، وللاسف ما بسبب يعني عدم وجود اول شيء في سببين، الاسباب الفنيه اللي هو قطعه الارض الموجوده، يعني حتى يتم استملاكها يعني بحاجه لخطوات طويله الامد شوي للاستملاك. اثنين، في جزء بده يتم تعويضه، البلدية لما تكون خلينا نقول ظروفها المادية صعبة لا تستطيع دفع الجزء المطلوب منها، وبالتالي بتوقف ولا تستطيع استكمال إجراءات الاستملاك. طبعا احنا رح نكمل الموضوع، بس عندنا فقرة الشارع رح نشوف ونتابع سوا رأي الناس في هذا الموضوع، في موضوع الحدائق العامة والمرافق العامة. خلينا نشوف أعزائي المشاهدين. أسألك سؤال، وين بتروحوا تلعبوا عادة؟ نطلع على المنارة. بروح بلعب مع بنات عمي. وين؟ عند رصيدي. ايه هون بحب ألعب أكتر إشي بالحارة؟ في الحارة. ما
بروح أنا وعيلتي على المنتزه على محال. في أصلا غير حديقة أو حديقتين، وغالبا كمان مش مؤمنين إنك مثلا أنا معي عرباين أدخل عرباي أطلع عرباي، يعني بيكونوا في درج لازم أطلع الدرج، يعني مش معمولة أصلا للأطفال، يعني بتكون بيكونوا فيها شوية ألعاب وغالبا بيكونوا مكسرين كمان. في منتزه في نعلين، منتزه للبلديات أحيانا بنروح عليه بس مش كتير، يعني مش هالألعاب اللي بتكون فيه اللي بتشجع الأولاد يروحوا عليه. هلا انه وجود اماكن عامه مجانيه كويسه للناس بشكل عام، لانه تعرف ظروف الناس مش كل واحد بيسمح يدفع مصاري كثير. وكيف يتم شراء ارض لاقامه حديقه عامه للاطفال؟ يعني وهذا هذا موضوع جدا واردات مهم. واردات البلديه نسبه عاليه منها من الرسوم العائده للبلديه من ترخيص الابنيه. هلا في بلديات حتى الان ثقافه المواطن بالنسبه للترخيص ضعيفه جدا، لان هيك اعتاد. بلديتنا تاسست عام 2005 واحنا في 2017، عن 12 عام بالمقارنه مع البلديات اللي لها 100 عام او 50 عام او 70 عام، فالقانون صار نافذ فيها. هلا بدها الحدائق هاي بدها تضافر للجهود. طب من الحكم المحلي يعني. ومن البلديه، ليست مسؤوليه البلديه، ومن ثقافه المواطن نفسه. هي مسؤوليه البلديه اعتقد. صحيح. بتناقش مع الاستاذ عبد الله قبل ما نقعد في الحلقه انه في بعض البلديات مسؤوليه الترخيص فيها يعني لا تقوم فيها. يعني هلا البلديه مسؤوليتها الاولى الترخيص، عن ترخيص الابنيه. هناك ترخيص مرات بيحدث غير قانوني، ترخيص الابنيه غير انه غير بناء غير قانوني، غير انه الترخيص. الترخيص هو العائد الاساسي، العوائد الاساسيه للبلديه بتجيها من الترخيص. فكيفنا ندعم احنا ميزانيه البلديه غير انها البلديه اخذت هاي الصلاحيات بمراقبه الابنيه وترخيصها؟ هذه عائدات مش قليله. لو البلديات بتقوم بهذا الواجب اتجاه جميع الأبنية التي تقام في مناطق نفوذ البلدية، أنا بأكد لك أنه رح يكون موازنة أي بلدية عندها القدرة أنها تقيم هاي الحدائق. يعني أنا لما بروح أنا بشيك على قطعة أرض بدي أعمل لها مسح، وبلاقي أنه 10 أو 15 واحد من أصحاب قطع الأراضي جايين يقاتلوا وفيش عندي حماية، برفع شكوى للشرطة وما بتتخذ أي إجراءات، ما بقدر أنا أتملك هاي القطعة حتى لو بدي أبعث مساح يمسحها بدون معارضة أصحابها. ما فيش متابعة من قبل الشرطة والنيابي في لا إحنا بالنسبة لنا أنتم جهة رسمية يعني إحنا متابعة الشرطة ضعيفة جدا في قضايا القانونية في المزرعة القبلية. ومعنا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي رزقات. مساء الخير مقدم لؤي. مساء الخير لكم، أهلا وسهلا. ما هو يعني تنسيقكم ومدى متابعتكم لمثل هذه الشكاوي الواردة من البلدية؟ يعني نحن جهة تنفيذية نقوم بتنفيذ القرارات والقوانين، سواء القرارات الصادرة من البلديات أو من الوزارات ومن الحكومة، وكذلك من أي جهة رسمية الشرطة تنفذ هذه القرارات. وعلى مستوى محافظات الوطن يعني لا يوجد كتاب ورد من أي بلدية أو وزارة إلا تم تنفيذه من قبل الشرطة، إلا إذا كان هناك معيقات كأن تكون في منطقة سي لا يمكن الوصول إليها بسهولة. لكن معظم الكتب التي وردت من البلديات ومعظم القرارات التي وردت من النيابة، من القضاء، من أي مكان آخر، من أي وزارة، يتم تنفيذها من قبل الشرطة. يتوجب على الإخوة في بلدية الزيتونة أن يتوجهوا بكتاب للشرطة لتنفيذ هذه القرارات، والشرطة جاهزة لتقديم القوة اللازمة لحماية موظفي هذه البلدية أثناء تنفيذ هذا القرار. دعونا نسأل بس الأستاذ عبدالله، هل توجهتم بكتب إلى الشرطة وكان هناك مشكلة؟ بالنسبة للأبنية والترخيص توجهنا بكتب إلى المقدم عبد اللطيف عقيد عبد اللطيف قدومي. طبعا هو بخاطب بمركز بيرزيت، ولكن حتى يتم التنفيذ بحاجة لتنسيق بين مركز بيرزيت والقيادة في رام الله. فنيا مواطنين غير خلينا نقول مثقفين في، انت ذكرت انهم اذا هجموا على البلديه لا يوجد حمايه. بالزبط. الشرطه جاهزه لحمايتكم. نقطه ثانيه انه البلديه نفسها اذا بدها تستملك الجزء هذا غير قادره على دفع. هل حدث ان توجه المواطنين الى البلديه وحاولوا يعني مثلا الاعتداء على البلديات؟ لا. ما رايك بماذا تحدث به السيد عبد الله؟
يعني انا باكد مره اخرى على اخونا عبد الله انه الشرطه جاهزه لتامين الحمايه اللازمه لحمايه موظفي ومفتشي البلديه، وفي اي قرار يرغبون بتنفيذه يعني في اي لحظه عليهم فقط بالفعل ان يتوجهوا بكتاب الى مدير الشرطه، وهذا لا يحتاج الى وقت كبير، لكن هذا الكتاب من اجل توفير وتقدير القوه اللازمه لتنفيذ هذا القرار، واي قرار معطل لدى البلدية بسبب الشرطة نحن جاهزين لمراجعة هذه القرارات إن كان في هناك قرارات لم يتم تنفيذها. البلدية تتخذ القرار والشرطة جاهزة لتوفير الحماية اللازمة لموظفي البلدية في أي قرار ستقوم البلدية بتنفيذه. مقدم لؤي شكرا لك على المداخلة، شكرا جزيلا لك ولجهاز الشرطة الفلسطينية. نعود لك أستاذ عبد الله وسيدة ليلى. 12 سنة كيف بيحكوا وما فيش عندنا حدائق عامة، شو كيف ممكن نحاول نلاقي مخرج لهذا الموضوع؟ نقدر تفضل ندعي البلديات برضو انها تتعاون مع وزارة الزراعة. في عندنا كثير من البلديات، زي عندنا بلدية نوبة في الخليل، في بعض المناطق اللي فيها أحراش، بلدية الزراعة وزارة الزراعة بتعمل على تأجير أو عمل عقد اتفاق بينها وبين البلدية على استغلال هذه الأحراش. هيدي من خططكم يعني، نتحدث عن خطط الآن، خطط عمل. لا حاليا منفذة، عندنا منتزه في نوبة فعلا انه هو هذا تم تنفيذ متنزه لأهالي بلدة نوبة ناجح جدا، في صيانة دائمة من أنجح المتنزهات الموجودة في منطقة الخليل. نحتاج لتعميم هذه التجارب في أماكن أخرى يعني، هذه كثير ناجحة كانت، ما مش بحاجة لأي دعم، مش بحاجة لأي موازنة. طبعا إحنا عنا فاصل فقرة حكمة، رح نشوف حكمة إيش محضرتنا. أعزائي المشاهدين، طبعا إحنا خلينا نشوف باب حكمة شو محضرت لنا في باب هذا اليوم. واللعب خارج المنزل، اللعب في الساحات والأماكن العامة، البلديات بتعمل قدر الإمكان ما يمكن أن تستطيع أن تفعله، ولكن مهم جدا هي عملية إحداث شراكة ما بين المواطن الأب والأم والأطفال داخل أماكن اللعب العامة. كتير مهم إذا بنروح على مكان عام، حديقة عامة، إنه إحنا نتشارك مع أولادنا وننزل معهم نلعب، سواء كرة قدم، سواء بعض الألعاب اللي إحنا مخدينها من البيت، وممكن ناخد معنا بعض الألوان، بعض الفرش، بعض الأدوات الرسم، بعض الأوراق اللي ممكن ينحطوا على الأرض أو على طاولة ويقعد الطفل يرسم هو وأهله. وبالتالي المشاركة في الهواء الطلق في الساحات العامة في الأماكن العامة إنه يكون على أجندة الأهالي إنهم ياخدوا معهم أدوات للعب. إحنا منلاحظ إنه ناس كتير بتاخد أكل معها على الأماكن العامة، ولكن غذاء الروح وهو اللعب مهم جدا إنه نحرص على استخدام أدوات ومواد متنوعة ناخدها معنا للأماكن العامة المفتوحة، نستمتع بهذا الوقت، نبني العلاقة، نبني التواصل، ونحقق أهداف كتير ممكن نحققها من خلال اللعب أعمق وأحسن وأفضل من الأهداف اللي ممكن نحققها سواء بالعنف أو بالأوامر أو بالتواصل الجاف مع الأطفال. في موضوع كتير مهم بما يتعلق بنمط الألعاب، مهم كتير أنه نخرج عن النمط التقليدي اللي هو التسويقي، اللي هي ألعاب لا يتعلم منها الطفل استخدام حواسه، استخدام قدراته، وبالتالي ننتقل لألعاب فيها ذكاء، فيها اختراع، فيها خلق. كتير مهم أنه نعود الطفل على إعادة تدوير بعض الأشياء، أنه نجيب له بعض الأخشاب، بعض البلاستيك، بعض الأشياء اللي ممكن أنه يعمل منها إشي، ونطلب منه يلا نبدأ نشكل سيارة، يلا نبدأ نشكل طيارة، نبدأ نعمل عفش، بيت، غرفة، مكتب، طاولة، كرسي. هاي الأدوات بتعلم كتير فيها الطفل تحريك طاقته الذهنية وتحريك طاقة الإبداع والخلق داخل الدماغ عنده، وبالتالي بيثق بقدراته، بيعتز كتير بالمنتج اللي هو بينتجه. وكتير مهم الفخر والاعتزاز بكل ما يقدمه الطفل من خلال هذا النمط من النشاطات. نتأمل حياة مليئة باتصال وتواصل راقي وعميق ومتين بين الأطفال وأمهاتهم وأبائهم، وبالتالي بنحصل على جيل واعي، جيل يشعر بالأمن، جيل يتمتع. شكراً لكم.
في النهاية أنا بدي أشكركم على حضوركم في الاستوديو في برنامج افتح باب، السيد عبد الله لدادوي رئيس بلدية الزيتونة، والأخت ليلى مقداد مديرة دائرة التخطيط في الحكم المحلي. بشكركم جدا على هذه الجهود، وبتمنى يعني من كل البلديات ومن بلديتكم أنه يتم العمل على يعني تكثيف الجهود من أجل تحقيق هذا المطلب في توفير حدائق عامة للأطفال. بشكركم جدا، وأعزائي المشاهدين، ونحن نسلط الضوء على مسؤولية الجهات المختصة ونتطرق إلى العثرات التي قد تواجههم، ونحاول أن نضغط باتجاه أنه يكون كل منا بتحمل المسؤولية. لابد أن لا ننسى مسؤوليتنا كمواطنين، وإحنا دائما نتحدث عن الروح الوطنية والانتماء لهذه البلد. لابد أن نقوم بواجب الحفاظ على المرافق العامة، لأن كل منا لديه مسؤولية، وكل عام هو خاص. نتحدث عن التربية، عن النظافة الشخصية، نظافة البيت، بالتوازي مع الحفاظ على الممتلكات العامة اللي هي مسؤولية كل واحد منا، مسؤولية الأهل في البيت، مسؤولية المدرسة، مسؤولية كل شخص فينا أنه يقدم لهاي البلد. ما نحط اللوم فقط على الجهات المختصة إلا في حالة التقصير. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتمنى حياة وواقع أفضل مما نحن عليه لأطفالنا ولكم، وندعوكم لفتح باب من دوره إن شاء الله أنه يحقق واقع ومستقبل زاهر يستحقه أطفالنا ونستحقه جميعا. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج افتح